الله يسعدك اوقاتكم متابعين قناتي عالم العملات الرقمية. اصدقائي رجعنا لكم بفيديو جديد من عالم العملات الرقمية، واهلا وسهلا فيكم. لكن شباب قبل ما نبشر بالفيديو خلونا نمر على قناة التليجرام نشوف صفقاتنا المميزة باقي عن جميع القنوات التليجرام. شباب صفقاتنا نار، كانت مجموعة من الصفقات حققنا فيها نجاح مميز بشهادة الشباب بالقناة. شباب دخلنا بعملة السنت، اخذنا الارتفاع كله $3.34، وهي الصورة شباب شهادة احد الاصدقاء بالتميز. وباقي الصفقات اصدقائي ما رح نعرضهم مشان ما نطول عليكم بالفيديو. صديقي وحابب تنضم لاننا نسور التليجرام وحابب تضعف محفظتك وتدخل على السوق بشكل منظم، انضم لاننا نسور التليجرام وشوف نجاحاتنا بنفسك. وهلا شباب خلونا ننتقل للفيديو. شباب الفيدرالي الامريكي رفع سعر الفائدة، وكانت جميع متوقع هبوط بالبيتكوين بتأثير الخبر. حقيقة شباب في ناس خافت وباعت ومنتظرة الهبوط. شباب انا خبرت اليوم الشباب على قناة التليجرام، قلت لهم شباب اليوم رح نتريز بالصفقات ونشوف حركة البيتكوين، من المحتمل يعمل حركة كبيرة من الاجتماع. لكن حيتان البيتكوين فاجأونا بعكس توقعاتنا، وارتفع البيتكوين وكسر منطقة 40,000 متجه لل 41,500. لكن شباب ما قدرنا نثبت فوق، وهلا شباب عمال بنختبر منطقة 41. كانت ردة فعل غير متوقعة، كتير من الناس كانوا داخلين فيوتشر وتمت تصفيت حساباتهم. للأسف شباب كان بوقت خطير، كان يفضل انك تكون حيادي. حاليا شباب البيتكوين ماشي بشكل عرضي، لحد الان ما اخترقنا القناة السعرية. دايما شباب قسم من محفظتك للاستثمار وقسم للمضاربة، وقسم المضاربة مقسوم الى نصفين، قسم بتدخل فيه وقسم بتتركه للتعزيز. يعني شباب اذا اتبعتوا هاي الاستراتيجية بتكون محفظتك بامان. لما شباب بيكون في اخبار بالسوق او يكون في اي اجتماع بنكون حياديين لنشوف تأثير الخبر. بتأسف كتير للناس اللي خبروني كانوا بايعين ممتلكاتهم ومنتظرين هبوط السوق. صديقي التداول مو حسب ما تتنبأ، صديقي التداول حسب المؤشرات، وكسر ارقام للانتقال الى مستوى اعلى. يعني صديقي انا بنصحك لا تتداول حسب اهوائك. نسبة الاستحواذ بالبيتكوين شباب على سوق العملات الرقمية ماشي بشكل عرضي، اي كسر للاسفل ممكن نشوف ارتفاعات بالعملات البديلة. يعني في ناس رح تخرج من البيتكوين وتدخل بالعملات البديلة. لذلك انا صديقي بنصحك تحافظ على استثمارك ممتلكاتك. وهلا شباب خلونا ننتقل لعملة الشيبة، اخبار سريعة لعملة الشيبة. لكن للأسف هالشي ما غير من سعره. اطلاق اول NFT بعملة الشيبة، هو كلب من نوع عملة الشيبة. اصدقائي في شركة ادوية رح تقبل بالدفع بعملة الشيبة. طبيب فنزويلي قبل يستخدم عملة الشيبة كوسيلة دفع. التنويه شباب هذا طبيب وليس مشفى، يعني اصدقائي رح يستقبل المرضى ويقبل بالدفع بعملة شيبة. اصدقائي هاي العملة هاي اخذت حجم وترند اكتر من البيتكوين نفسه، لكن رغم هيك شباب ما في اي تأثير لسعره. قبول الطبيب بالدفع بعملة شيبة، وطبعا هالشي هذا ما صار للبيتكوين. ما بعرف كيف رح يكون تأثير الأخبار بالمستقبل على عملة شيبة. وطبعا شباب اللي اخذ من عملة شيبة أكيد رح ينسى. يعني صديقي ممكن أنت تقفل المحفظة يمكن سنة أو يمكن سنتين، ويمكن شهر ويمكن شهرين. هذا شباب كل شي وارد بسوق العملات الرقمية. وهذا كان كل شي شباب بخص الاستثمار. وإذا كنت بتفضل المضاربة اليومية انضم لنا لنسور التليجرام لتشوف كل شي بعينك. شباب كلامنا موثق،
بصور ومصداقية كلامنا على القناة المجانية. صديقي رابط قناتنا بأسفل الفيديو. صديقي إذا عجبك المحتوى انزل وعمل اشتراك، ولا تنسى تفعل زر الجرس وتعمل لايك لحتى يصلك كل جديد من قناة عالم العملات الرقمية. وبتمنى التوفيق للجميع، وإلى اللقاء شباب بفيديو آخر.